واللاعب اللي يأدي يعني. احنا معانا كنت انت موجود وكان بركات موجود ولعيبه وكان احمد صديق تقريبا موجود وصديق واحمد عادل وعبد الله، لعيبه كتير في موجوده في المكان. الافضل كان دايما هو اللي كان بيلعب يعني. فمركز كان مركز خلصت يعني على كم واحد ما بهزرش. انت اكتر من اكتر الناس اللي صمدت معايا انت. انا يا راجل يا راجل حرام عليك يا راجل. الى ان الى ان استعمر بركات المكان. خلصت على كم واحد؟ لا كتير 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 كتير. كم بطن رجل؟ مش انا اللي خلصت عليهم، هم بطن رجلك. لا 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 بطن رجلك، احنا مش عايزين بس يعني كل ما تيجي تتكلم شادي اكلم بركات يقول لي بطن رجلك. هم المخوخين ما بيستحملوش. عليه بطن رجل يا جماعه، بطن رجل هتوديك هتقعد بقى. من زمان بلعب لعبه محترفين يا اسلام. طول عمرك الحقيقه. يقول لك اعمل كده وبعدين يرفع ايده يعدل وشه. وبركات كان يقول لك يعدل، يا اما يعدل وشه اول ما يعدل وشه ويديله وقفه وطالع لقدام تخلع على طول. لا وبعدين وائل بقى في ميزه يا جماعه، معلش انا لا هقول وائل في ميزه بيطلع كواليس. كرة تتلعب طويله وهو مغطي الاوفسايد، تلاقي اول واحد رافع ايده ورايح لي يسلم عليا، ما تزعلش. كانت ايام. لا ما حصلش النقطه دي، بركات اللي طلعها في الاعلام بس. لا دي حصلت حصلت من خايف. حضرت معاك انت شخصيا ومعايا انا شخصيا. يعني يلا اكيد انت مش هتكذب. بس لا مش بكذب والله يا وائل، ده انا الحاجات اتعرف الحاجات دي لازم اكون فاكرها يعني. ممكن وائل جمعه مش هعترف بيها، انا مش هعترف بيها عمره ما هيعترف. خلي بالكم كانت ايام جميله. طبعا طبعا مرينا محترم الحقيقه، مرينا بلحظات ممتعه وحلوه جدا يا اسلام، ومستحيل تنساها يعني. صراحه قابلنا ظروف فيها فرح وانتصار كتير جدا، وقابلنا ظروف فيها صعوبات كبيره برضو علينا.